همزاته برموش العين ضحكاته فيها طويل وبيصمد صابر أيوب بابا عشوق دايما محبوب بابا عشوق دايما محبوب شكله مهيوب طبعه طيوب بابا عشوق من صفاتها انا امها وبعرفها عندها اكسسوار عرس كامل ما في شوف خيالها بالمي اسمع من اختك يا ابني مجنونه لو كانوا يقولوا العقل السليم بالجسم السليم بهالايام صاروا يقولوا العقل السليم بالجيب المليانه وخصوصا انه العوسج عقلها سليم لا بنت عندها كل الكماليات برفض يعني برفض مع انه انا بشوف انكم كتير لاقين لبعض تشبه باختك اتزوجت رجال ادمي ومبسوطه كتير بالزواج مع انه ما كان في تكافؤ بالعمر هلا اذا رحت عند عوسج وقلت لها انك موافق على الزواج شو فيك تعمل بهرب مع انه هي كتير بتحبك بتحبني ليش بتزعلني هي قالت لي بتحب تزعلك لانه شكلك بيكون الطف بس تكون زعلان ثم انه عوسج بنت عصرية إيه انا بفضلها ظهرية الشاب بيقضي كل حياته يفتش عن المرأة الصالحة المرأة مش المرارة حط عقلك براسك انت خيي وانا بحبك مثل ما بحب بنت عوسج اقنع من اختك يا ابني شو تفضلت؟ ما بعرف ما بعرف يعني بقدر اروح لعوسج تغني يا قلبي كفاية دق مدام حبيبك رق ما عم بتصور ما عم بتصور انه ممكن اتجوزه معقول انا اتجوزه بعدين بحسه مثل ابن حنظل مين ابن حنظل هيدا اللي كنا نقرا عنه بالمدرسه بعدين بحسه انه بيفهم بالتقسيط تصوري تصوري اول حرف من اسمه دال غلط ايه اكيد غلط اذا جبرني البابا اتجوزه بدي فكفكو وبيع قطع غيار لشو معصبه بأنه البابا عم بيحكي جد ما هو خي مرته يعني من القرايب هيدا من القرايب لكن من شو هيدا من المصايب يين بين قاعد هون مرتي ولا انا غلطان لا مرتك مأكد كنتي عن بيت اهلك الله يقصر عمرك يا حميتك بدل عاملي فيكي ولو لكي من هو الرجال البشع اللي كان ماشي حدك على الطريق؟ هذا خيي خيك؟ عم تبغزيني معرفته مع انه كان لازم لاحظ وجه الشبه بينك وبينه عجو؟ انا بشعة؟ لا لا انا ما عم اقول انت بشعة عم اقول انه كل رجال بيمشي حدك بيفضحوا جمالك بيصير بشع حبك يا سفاح منك اول ضحية عجو؟ ايه خبرتك انه قنعت خيي ورضي يتجوز عوسج؟ واقتنع؟ تقريبا مخرب ذوقه وشو رخو هيك قوام بيتراجع؟ ضليتني ساعة قنعه طيب انت شو بدك بهالشغلة لشو هالحشرية؟ حشرية؟ ولك ايه ما انا بعرفك انت ما بعمرك حضرتي عرس الا ما تتمنيتي تكوني انت العروس انا؟
ايه ما بعمرك حضرتي مقتم الا ما تمنيتي تكوني انت الميته. انا زعلت منك. ومع بكره كنا زعلانين وتصالحنا شو سيري هي؟ هيدا لانه بحبك وبحب حافظ على العيله وما تفرفف، ولانك حياتي ودمي ودموعي وابتساماتي هيك بتقلي؟ انا ما عم اقول شيء، ما عم اقول لشو هالتعب، عم اهلك. لانه بحب كون كسلانه مثلك. فادية؟ انا كسلان؟ يا عمي مش بكره عوسج يمكن تحب لها شي واحد ويخطفها، ودحروج يحب شي وحده وتخطف وتفرفت العيله؟ هلا قبل فهميني جاوبيني شو؟ ها؟ لما بدق الباب مين بقوم يفتح؟ انت. ولما بيكون في برغش مين بيكشه؟ انت. ولما بتحط السفره مين بقوم ياكل؟ انت. وليش بتضلي تقولي عني كسلان؟ لانك كسلان بقضايا العيله يا سفاح. السفاح ما بيكون كسلان. هلا خبرني امتى بدنا نحدد موعد خطبه دحروج وعوسه؟ هلا طولي بالك تنشوف شو بده. ماما؟ نعم. رجعت اتصلت فيكي اختي هاديه؟ لا. عم فكر. بشو عم تفكر؟ هي عوسج بنت متعلمة وحلوة وتحت سلطة أمها، يعني أختي. صحيح. وما تقولي إلا تربية هادية. ما أنا قلت لك هالكلام. وهي وحيدة أبوها، وأبوها إنسان مرتاح ماديا، وأنا متضايق وعايز مكتب وسيارة وبيت. كلام منطق. صحيح إيدها فاروطية وتضربني، بس معلش هي بوزن الريشي، وإذا ضربتني بينكسر فيها شي وبينقلوها على المستشفى. بس تتجوزوا ما بتعود تضرب، الصلح خير يا ابني. مع أني ما بقدر أتحملها وما بعرف شو بدي أعمل. حط عقلك براسك، العداوة بعد الزواج تتحول لسعادة. معقول؟ معقول حدا يعيش مع شتامي اوتوماتيك مثلها ويكون سعيد؟ مين بيصر له هالايام عريس جاهز؟ انا بفضله يا بابا توصاية. يا بنتي شاب متعلم خبير حشرات. بس ما يقوم يعاملني مثل ما بيعامل حشرات. شو يعني رشك مبيد؟ ليش لا؟ إذا وزيت شي نهار براسه. لا 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 لا، ما أنا مجوز أخته بعرفهم، عائلتهم ما بترش إلا كولونيا. أكيد. إيه حتى هي والدنيا عم تشدي، إذا مشينا تحت الشدة الدنيا بتشد علينا كولونيا. عائلة روايح عطرية عم قلك. عمسؤوليتك؟ عمسؤوليتي يلا تجوزوا حتى تلحقوا تختلفوا. طيب، خلي يجي بالأول يتفضل يطلب إيدي منك، بعدين عم ندرس الطلب. ما هو طلب. ايمتى؟ عشية كنا سهرانين انا وهادية بمطعم. أيه؟ برم كل المطاعم علينا حتى يطلب ايدي. بس شوف يا بابا. أيه؟ انا بهيك مسائل ما عندي يا ام رحمين. هلا خطبوا وراحوا على مطعم يتغدوا ونحن جينا لهون. هيدي عوسج صايرة قبضاي. ايه وليش اخوكي لا؟ ما انه صاير عنده أنوثة اكتر منا. لازم نسميه دحروج ماتك. قليلة تضربه بالمزهرية؟ طيب وهو معقول يعني حط له الخاتم بأصبعه كأنه مركبه عم مكنة خراطة؟ هلأ ما بدنا نتقاتل. لا لا ما بدنا نتقاتل. لازم يكون عنا أمل وتفاؤل. إيه لازم نرفع روحهم المعنوية. يا ريت. وهلا شو بتحب تتغدي يا مدام كبي؟ لا أنت شو بتحب تاكل يا مسيو عجة؟ لا أنت بالأول يا مدام بيمي. لا ما بيصير أنت بالأول يا أستاذ بابا غنوش. لا أنا ما بتقدم عليك يا ست مجدرة. وأنا ما بتقدم عليك يا أستاذ ملوخية. هلا بتعرفي شو؟ شو؟ تعالي ناكل بعضنا. سيد عجلوب مطلوبة على التليفون. خير إن شاء الله. ألو أين أنا عجلوب؟ شو؟ خي مرات الدهور على طريق الجبل؟ وعوسج معه؟ لا 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 مين عم يحكي؟ قدرك ممنونك سينك ممنون. ألو 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 دهك عرفت أي مستشفى؟ طيب ممنون جاي حالا. شوفي شوفي تفضلي تفضلي.
خطبناه وراحوا خبطوا العربية بشجرة وتدهوروا على طريق الجبل. ايه بدها تكون بنتك عم تقلب خيك. لك ما خيك من الأول معمي قلبه. بدي يكون بهروع يوم بنتي. راح تهور. كنا مضطرين على الجبل. سألت على أي مطعم بتحب نروح؟ قالت لي ما بحب روح عند الحلاق. عند الحلاق؟ ومن كلمة لكلمة بنروح عند الحلاق بنروح على المطعم. وين المشكلة؟ وين رحتوا؟ على المستشفى. يوم خطبتكم بالمستشفى؟ تقتلنا ونحن بالسيارة مثل عصفورين بقفص وضربت السيارة بشجرة. وما وعيتوا على نفسكم إلا هون؟ ما وعينا على نفسنا إلا ونحن بجيب علاق بالوادي. ونقلتني سيارة إسعاف لهون. وين عوسج؟ ما بعرف إذا بعدها بجيب العلاق معلقة. معقولة؟ من كتر ما جسمي رفيع علقت بالعلاق وصارت كأنها قضيب علاق. هلا رحتوا لتحتفلوا بيوم خطبتكم بمطعم؟ أنتوا احتفلتوا بجيب علاق؟ قالوا لي يمكن عندي كسر بكعبرتي. كعبرتك؟ ايه واهتزاز بغرييني. غرييينك؟ ايه وتمزق بالالياف العضوية. عضوية؟ نعم. ما يكون الدكتور سيباوي اللي كشف عليك. عم فكر اذا كنت خاطب عروس او خاطب سوسي. سوسي؟ هي عوسج حشرة سوس. شو فكرتني درس ناب؟ حلوين تعابيرك. حلو الحب ينخر مثل السوس. وعوسج بتحبك. بتحبني؟ يلا شد حالك لنروح نفتش عليها بجب العلاق. اخ اخ يا بابا اخ. روحي يا ابوي يومين ثلاثه وخلص بتصحي. عشت عني. يا بابا اخ. ما كفيت لك. ايه من بعد ما شاف الحكيم خطيبي وكشف عليه قال لي صراحة يا أنسة صراحة لو كان خطيبك سيارة كنت بنصحك ما تحط عليه قرش واحد. بس انت يا عمي معقولة كيف تتركي خطيبك بالمستشفى وتجي لهون؟ أنا رفضت أبقى بالمستشفى يا بابا. ليه؟ لأن خفت. خفت يسرقوا مني شيء. معقولة؟ ايه لا مش معقولة. خبرتني صاحبتي بالجامعة. ايه؟ قال أخذت بي على المستشفى ليعمل عملية. سرقوا له الكلاوي. عم تضحك؟ معقولة الشغلة. طب اسمع الخبرية الثانية. ايه؟ في مريض تاني فات على المستشفى سرقوا له المصران الغليظ. لا ما حش تحكي بحدها سرقوا له المصران الغليظ. بس انت ما بيسوى لازم تتركيه بالمستشفى وتجي. ما بيسوى. اخ 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 يا بابا اخ. رقبتي عم توجعني كثير. سلام. بعد الحادث يا بابا انا ضيعت سكربينتي. ضعت ما عاد عارفه انا مين. ولا ايه ضعت يا بابا ما لقيت حالي غير صرت هون. ايه بس قومي اتصلي طمني عنه. عيب ما بيسوى. قومي اتصلي. ما انا اتصلت وسالت. قالوا لي عرضيه بسيطه شويه تمعجون وتجليس وخدوا على البيت لمعوه. لمعوه بالبيت. بس انا بقول لازم نروح نشق عليه. ما لا هادي رجعت ولا اتصلت لحد هلا. ها لعله هون هي. لعله خير. خير. ها الحمد لله على السلامة. طلعت على سلامة. ما أنا قلت لكم بدو تشحين مفاصل بس. عوسج حياتي قربي قربي. لوين بدي أقرب؟ سألي خطيبك إذا بو شي بيوجعوا شي؟ بيوجعك شي؟ إجري اثنين رايحين. ما عندك إجر احتياط؟ وهلأ لازم تتصالحوا وترجعوا تستقلفوا الخطبة. هادية فيلك شي زلغودر. حاضر يا سفاح. يلا. هيدا المطعم أكله كتير طيب. استفيدي من الفرصة وكلي أكتر ما فيكي. ليه أنا أكلي منه طيب؟ لا مين عم بقول أكلك مش طيب؟ بس في أوقات بتغلطي بكتاب الطبخ.
بغلط كيف؟ الجمعة الماضي ما عملتي قالب جاتو على كتاب الطبخ مكتوب بده 6 بيضات، انت حطيتي 600 بيضة، ليك تقلوز بيض هيك بتقلي؟ ومن جمعتين ما وعيتيني تتقليلي لقيت مفتاح سردين بس ما لقيت الغان. انا زعلانة منك. لك لك هلأ ما تزعلي، ما بعد فيكي تاكلي. فكري مشغول على الخطاب. شو قولك تعوره؟ خايفة. لا ما تخافي، شباب بدبروا بعضهم. قوم اتصل. لك يا عمي عيب الله لاحقينهم من مطرح لمطرح. ما هن حاطين نمرة التليفون بالمطعم اللي رايحين عليه. ايه علينا. مات؟ مال معروف التليفون. تفضل. شكرا. منيح اللي معنا ارقام هالمطاعم اللي بنعرفهم وبنروح عليهم. الو الو، مرحبا متر الامطار وشاف الشافات. عجوب كيفك؟ تعالك بنتي بتعرفها اكيد. لك شوف لي بعد قاعده هي وخطيبه عندكن عم يتغدوا مع بعضن، وقل لي متفقين هيك منسجمين مع بعضن ولا في شي شامل ديني عتبات شي مشاكل؟ منسجمين تمام. ممنون. لا ممنوع. الو ولد شو مطعم البحر. الو الو، قهوة البحر. مرحبا عجوب عم يحكي. كيفك؟ دخلك شوف لي تنقوز لي هيك من عندك، في شي شاب وخطيبته قاعدين يتغدوا عندكن؟ في؟ ولك ما هني معروفين، شو بينعرف شاب وخطيبته عن شاب واخته وشاب ومرته؟ ايه ها موجودين. في شي خلافات او منسجمين يعني؟ تمام. قايمين هلا يفلوا وعيفلوا مع بعضهم يعني؟ تمام ما في شي. ممنون زواج، ممنون. تفضلتي. شو؟ كله تمام، كل شي تمام. يعني كنت مصيبة برأيي بزواجه. مصيبة برأيك؟ بانتظار المصيبة. شو عم تقري؟ عجوبتي؟ انت اليومين مش عجبتيني. ولا؟ بتقضي كل النهار تقري 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 وتركتيني عايش بالفراغ. فراغ؟ تفضل، عايش بالفراغ. عم بقرا عن رجال بالصين بيع مرته ببقرة. بقرة؟ لو كنت مطرحه كنت بتبيعني ببقرة؟ لا وانا شو بدي بالبقرة، ما بتلزمني. كيف؟ انا بعرفني عوصج وين راحت يامي بعد ما رجعت. راحت على الجامعة وبعد ما رجعت. تاليك عرفتي شو فيها الطبل والزمر بالضيعة؟ بده يكون شي رجال بيع مراته ببقرة وعاملين شي احتفال. ايه والله طلع عبالي انزل شارك. مقاوش كنت رفقة أنا وياه، نلفي سوا ونروح نسهر سوا، ولما أنا بلشت بالشغل سافر هو عبونا سايرس. ايه وما طولش بالغربة، رجع بعد 5 سنين. ايه بس بقولوا تجوز هونيك المرأة أجنبية وماتت. لا لا، فيهم بيقولوا طلقة وفيهم بيقولوا ماتت وورت مصرياتها ورجع عالضيعة. مرحبا. اهلا. يا روح امك، يتقبرني ان شاء الله. قرب تعرفك على خبيجة عجوب مضامته. قرب. اهلا وسهلا. اهلا. بالواقع متواعد انا وامي عند حضرتكم. اهلا وسهلا. اخذ والله اخذ العين، مثل العريشه عربشه الشبوبية عليك. ولك يا امر امه ان شاء الله صار افوكا بيع عليك كلمات بتفك على المشاني. ما تواخذوني يا جماعه، عرفنا بحكايه ابن الخواجه مهاوج فرج. فقالت لي امي انك صديق قديم له وبتقدر تساعدني. اوه صديق، كنا نلعب قلة سوا. يا ريت. ايه يا ريت بتقدر تجمعني بابن فرج. ايه عندي مشاريع، عندي دراسات، بحاجه لمين يساعدني على تحقيقها. وسمعت انه فرج عنده مركز ومكان ومال.
وكلمته مسموعه بجميع المحافل. ايه ولا يا ريت يا ريت فيك تشبعني فيه. ولا يهمك، بسيطه ولا يهمك. الله يطول عمرك ويزيد من افضالك يا رب. يطول عمرك بسيطه. خلص خلص، هلا هلا راح البس ثيابي وروح لعنده. والارنب اللي جايبتي لنا اياه هديه راح اعمل من عظامه عقده السواره. لك يا رحمه، هلا بعد كل الغيبه جايبتي لنا ارنب هديه. بيقولوا لحمة الأرنب بتضل طعمته تحت الدراس. يلا خطركم. الله معك، يعطيكم العافية. الله معك، الله معك. وأنت كمان ناطر مهاوش؟ ناطره وجايب له معي سلة خبز مرقوق. كلفني عمي إجي آخد موعد لابنه حسون تيقابل ابنه فرج. ابن عمي بده يرجع يسافر وعمي رافض يتركه وحده. امبارح ابن عمك جاب شهادات واجا من السفر. جاي فكره يحسن البضاعة، ما لاقي امكانيات. وانا جاي اخذ موعد لعادل ابن رحمي. صار محامي وعنده مشاريع خيريه بالضيعه، بتقول للقلب زقف وغني. غريبه، ليش قلتك تاخر؟ لا ما بقى الا يوصل. رضا الله، انا ومهاوج رفاق قلي وصايد نقايفي. يا اهلا وسهلا. نهارك سعيد، نهارك سعيد. اهلا وسهلا فيكم. قديش الي ما شفتك يا سيد مهاوج. بلغوني انكم هون. مرحبا بقدومكم. نعم، ما انا جاي تقول لك الحمد لله على السلامة برجوع ابنكم المحروس. اهلا وسهلا، تفضل تفضل. شاكرين شاكرين. حقيقة ما كنت عارف انك اتجوزت بالغربة، ولو ما بتخبرني وانا وياك كنا نلعب بالقلي ونتصيد بالنقايفة. ان شاء الله الجميع بيرزقن اولاد مثل ابني. تصور تصور تارك مليارين انسان بهالعالم، مليارين انسان بحاجه له، تركهم وجاي يخدم ضيعتهم. بارك الله فيه، بارك الله فيه. وينو من غير شر لنتعرف عليه ونشرب نحن وياه نفس ارجيلي. عم بيتحمم. كل يوم بهالوقت بيتحمم. يعني مش رح فيي قابله؟ يعني ابني بيسعدوا يقابل كل انسان بهالضيعه، انما ما بخفي عليكم الرجال العظام بيفكروا بالحمام. مظبوط مظبوط، انا بعرف. نابليون بونابرت كان ثلاث ارباع تفكيره هو عم يلبس بنطلونه. وما بقدر اقطع حبل تفكيره، انما انا تحت امر. طول عمرك. ابن عمي حسون تعلم ببلاد برا وعنده مشاريع الخير انسان هالضيعه وحابب يقابل المحروس فرج. بقدر اخذ له موعد. طبعا طبعا. بعد بكره. اي ساعة بعد بكرة؟ عشرة. منيح كتير. وسنة في عادل ابن رحمي صار محامي، الله يرحم حرامكم المصون. محامي بيقرأ لك بصمتك على الورقة قراية، حابب يقابل المحروس. ابني فاتح صدره للجميع. الله يخليك. امتين بتحب نفتح له موعد؟ بعد بكرة عشرة ونص. هون بالبيت؟ معلوم. عين سكرتيرة بنت اختي مهيبة. منيح منيح. الله يفرحك فيه ويفرح المليارين نسمة بالعالم اللي بحاجة له، وبالإضافة إلى أهل ضيعته. روقي روقي ماما هادية، روقي شوي. الزواج ذكرى للحب الذي كان. طرية طرية، كنت مفكرة بتجوز عجوب ومنصير مثل آدم وحواء. ما أنتوا مثل آدم وحواء. لا، طلع عجوب ما بحب التفاح. بالعكس، الحب مثل صحن الشوربة، أوله سخن وآخره بارد. ماما هادية، قولي. في مرحبا؟ مرحبا. فيك تفهميني هلأ شو سبب هالنرفزة من بابا؟ رحمة. رحمة؟ مين رحمة؟ كان يعرفها قبل ما نتجوز. بيه بس انا من يوم ما خلقت لها لا ماني سامع بهالاسم. من يوم ما خلقتي؟ ومن قبل ما اخلق. ومن قبل ما اخلق انا كمان؟ كمان. بس سمعته عم بيحكي مع كان في علاقة حب بيناتهم. شوفيها شوفيها، اذا كان يعرفها قبل ما تخلقي، بس من بعد ما خلقتي وكبرتي وصرتي بحياته اتطور حبه. تطور؟ ايه،
مثلا جده كان يسوق سيارة فور بودعسي، مع الاختراعات الجديدة اتطور صار يسوق سيارة بورش. هادية هادية يا هادية. أنا هون. وين كنتي؟ حد الحنفية. شو عم تعدي نقاط المي؟ يا حسرة، ما الحنفية صايمة. كيف؟ حنفية صايمة. هاي بدي تكون عاملة رجيم. من امبارح ما في ولا نقطة مي. معقولة ما عندنا مي؟ امتى بدنا نتخانق يا جوزي حتى روح اتحمم عند بيت أهلي؟ هلا وقته؟ ما عندنا ضيف بالبيت. هي خيك من بعد ما خلص الجامعة جاي يقعد له عنا كم يوم قبل ما بلش بالشغل. عجوبتي؟ شو بدنا نهديه؟ شو بدنا نهديه؟ نهديه راس بطيخ. ولو راس بطيخ؟ شو فيها يعني؟ ما أنا الكم دولار الباقيين معي حاطتهم بقفص عصافير حتى ما يطيروا. عجايب عمري؟ ما تقنعيني بكلمة بحبك يا سفاح. لا بس بدي اسألك. اسأليني بدون اسلوب غنش. شو هو الشي اللي ما بينشرى بمال؟ المال؟ لا. شو لكن؟ الحب. حب. طبعا. وانا بحبك يا سفاح. طمنتيني، اذا كان هيك طمنتيني. كفاية يا قلبي دق ما دام حبيبك رق. طلع بعيوني. أكلناها. اطلع بعيوني وقل لي شو فيهم. بعرف شو فيهم. شو فيهم؟ مغناطيس. لا. شو فيهم يا ابني؟ سيارة. سيارة؟ في شو عامل عيونك باركينج موقف للسيارات؟ لا، سيارة هدية لخيي بمناسبة نجاحه. خيك بيستاهل بالسيارة، بس بيستاهل كاميون سكسويل، بيستاهل أوتوبيس يسيع كل العائلة. خاطركم انا رايح. ايه لوين رايح؟ بعد ما تروقت؟ مستعجل، عندي موعد مع صاحب مصنع حتى فرجيع اختراع جديد. يا نوسك بلشت تخترع؟ وعدني يوظفني عنده. ولكن ما تسمعت انا هنيك. سنة الماضية جبت السكري لأمك، وسنة اللي قبلها جبت الضغط لبيك، وخايفين السنة تجيب العصبي لأختك. جيب لي شهادة اطرحت 250 ليرة. جبت مجموعة 12 على 20. بس؟ وشو بدك يعني؟ خيي منه طماع. خاطركم دولي بالتوفيق. عجبك يا مرتي؟ كل عمرك تقولي لي ما بيطلع شيء من تربية التلفزيون والفيديو، هي شرفة، طلع خيك مخترع. ايه نحن عائلتنا كلها مخترعين. يا سلام، ودخلك انت شو اخترعتي؟ اخترعتك الرجل الرجل. منك اول ضحية. صباحو، شو هالجمال، وين رايحة؟ عندي موعد شغل. هاي نتيجة اختراعك؟ ما تاخذني يمكن غلط بالتركيب. جاي تعمل تجارب على حسابي؟ لا ابدا، الجهاز اللي مصممه مجربه قبل مرة. هالمرة مرقت على سلامة. منيح اللي ما سبب الانفجار حريق داخل المصنع. لا يمكن عطل بالجهاز سبب الانفجار، وانا واسي من سلامة الجهاز. اسف، كانت النتيجة فاشلة. يعني؟ على العموم نحن في عنا موظفين كفاية، ثم انا قررت اني بيع المصنع. بيع المصنع؟ نعم، بدي افتح شركة لانتاج المسلسلات التلفزيونية. بتعرف انك انت بتشبه توم انجيري؟ لا، بشبه ترمبة المي. يعطيكم العافية. اجت جينا لولو بريجيدا، يلا بلشي غنجي. يا طابرين ان شاء الله. ليه وجهك اصفر؟ لا اصفر ولا شيء، بده يكون ديني شاو برا داب المكياج. بكفي يا بابا تسخر؟ ما بكفي، اصحابك عم يسخروا من بنتك؟ مين سخر منك؟ هذا اللي اسمه دبور،
بياع الحليب والعسل بيتضيع عنا، ما تذكرته؟ ايه عرفته. طب شو اخذك لعنده؟ ما هذا راسه مليان امل وسيبان. ايه صارت خزنيته مليان فرنجات ودولارات. ما هو يا بابا صاحب الشركة اللي نشر اعلان بالجريدة عن وظيفة. معقولة؟ معقولة؟ تصور يا بابا تصوره، بده يشغلني انا عنده ممرضة بيطرية. ليش هو ساخن؟ لا، للبقرات بمزارعه. وبتعرفي تحكي انجليزي؟ ولشو بدها تتعلم انجليزي؟ شو البقرات مخرجين من الجامعة؟ انا بعرف شو عم بحكي. البقر عز اليوم وكلها جاي من هولندا، ومفردات التعامل معها بالانجليزي. ايه بس بنتنا ما بدها تتوظف ممرضة، مع شهادات ادراس البقرة. اذا الشعب يوما اراد الحليب لابد ان يستجيب القدر. اهلا ابو نعسي. هلا. شو وين كنت؟ كنت عم فتش على شغل. ولا تاخرت وتوفقت بالشغل؟ الجهاز اللي صممته لصاحب المي من الارض لما حاول جربه قدام صاحب المصنع انفجر. انفجر؟ محتار، عم فكر سافر. هيك هيك قوين بتفكروا بالسفر بهالسهولة يعني؟ قرب لنفهم، قرب لهلك. أنا مجبورة استأذن، رايحة على المكتب بالإذن. أي مكتب؟ أختك رايحة على المكتب. رايحة على المكتب، فاتحة مكتب تجارة. استيراد وتصدير؟ لا، استهبال وتعتير.